تحية طيبة. لطالما كانت الجزائر البلد المصدر للأمن والسلم والاستقرار إلى محيطها المغاربي والإفريقي والفضاء المتوسطي، ولم تكن أبدا مصدرة للإزعاج للدول أو مصدرة للحروب. فكيف كان دور الجزائر في استقرار منطقة المتوسط؟ ذلك ما هو محور نقاش هذا العدد من برنامجي من الذاكرة السياسية، الذي يسعد فيه اليوم باستضافة الدكتور عامر الخيلة، أستاذ العلوم السياسية وحقوقي. أهلا أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا. كما أرحب بالدكتور بومجوت مولاي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة البوليدة. أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة، تحية لكم مشاهدين الكرام والأستاذ الفاضل أستاذ خيلة. أهلا أستاذ. أستاذ، بداية وقبل التفصيل في تفصيل الحديث في موضوع اليوم، هل يمكن أن نقدم لمحة تاريخية تصف دور الجزائر في استقرار منطقة المتوسط عموما؟ لا، يمكننا العودة لسنة 1515 للحديث عن دور الجزائر في سعي دائم لحفظ الأمن والسلم في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال ما قام به الأخوان عروج وخير الدين من دفاع عن الأرض والعرض، والتف حولهم الأهالي سكان الجزائر، وتمكنوا من أنهم يضعون حد لما كانت الجزائر مرشحة له بعد سقوط غرناطة في سنة 1492 من تكالب. يعني كانت في تلك، تقصد كانت في تلك الفترة الضفة الجنوبية للمتوسط المسلمة كانت مستهدفة. كانت مستهدفة لماذا؟ بعد سقوط غرناطة في تكالب امبريالي استعماري من جهة، واختطاب ديني يعني مسيحي، وهو محاولة الانتقام لما جرى في الأندلس واستكمال للحروب الصليبية من قبل. أقول انتقاما من طرف الصليبيين، انتقام من طرف الصليبيين ضد المسلمين الذين أقاموا دولة الإسلامية في هذه المنطقة هذه. ولذلك ظلت الجزائر سيدة في البحر الأبيض المتوسط، مؤمنة بذلك سلامة أقطار المغرب العربي والعمق الإفريقي، وأمنت المياه الإقليمية للصيادين ولمستعملي التجارة، يعني استعمل الطرق البحرية للتجارة. والجزائر بشساعة مساحتها ومنافذها كانت دوما حريصة على هذا، إلى أن جاء الاستعمار الفرنسي. الاستعمار الفرنسي جاء في ظل المرحلات كالبت فيها الظاهرة الاستعمارية، وبدأت توسع، وأدرك الغربيون ومخططوا الهجمات الاحتلال للبلدان أن الجزائر هي قلب. متى تم الاستيلاء على هذا القلب استمالت القوى الغازية لها باقي الشعوب. ولكن يبدو لي أن المخططين للاستعمار أخطأوا في تقديرهم، فقد ذاقوا ويلات الجزائر، وكانت فيه مقاومة تلقائية بعد سقوط الإدارة التركية أو استسلام الإدارة التركية، مما جعل الجزائريين يجدون أنفسهم أمام مصيرهم في الدفاع والذود عن حوض منطقتهم. فانطلقت مقاومات شعبية، وأقول مقاومات شعبية. هذه المقاومات الشعبية لعل أبرزها هي مقاومة الأمير عبد القادر. الأمير عبد القادر الذي ظل يجاهد والتفت حوله القبائل في الغرب الجزائري، في الشرق الجزائري، في الجنوب الجزائري، في الوسط الجزائري، وكانت في مقاومات أخرى. المهم في الجزائر من 1830 إلى 1900 عندنا ما لا يقل عن 80 انتفاضة ومقاومة شعبية. شعبية أحيانا تلقائية، وأحيانا استفزاز، وأحيانا كرد فعل
على مصادرة الأراضي ومصادرة رزق رزق الجزائريين. ولكن في كل الحالات بدأت تتوضح معالم الدولة الجزائرية حتى وإن فقدت سيادتها، لأن معالمها وأهدافها ودورها في البحر الأبيض المتوسط وفي الضفاف في الجنوبية البحر الأبيض المتوسط بدأ يتضح أكثر، وكانت الأحداث لاحقة. نعم أستاذي الكريم، ربما أستاذي الدكتور ذكر دور الجزائر في 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 قبل الاستعمار الفرنسي في إرساء السلم والاستقرار والحفاظ على الأمن في منطقة المتوسط. هل لنبقى في الجانب التاريخي، هل يمكن أن نضيف نماذج أخرى لهذا الدور الفعال الذي قامت به الجزائر تاريخيا قبل الانتقال إلى مرحلة ما بعد الاستقلال؟ أكيد، يعني الجزائر كان لها دور تاريخي مثل ما أسلف وذكر الدكتور، يعني كانت تنظم الملاحة في البحر المتوسط، يعني وتضمن أمن الضفة الجنوبية حتى أمن المتوسط ككل، يعني كانت حتى القوافل البحرية التي تمر يعني بالمتوسط كانت تحت تأمين الجانب الجزائري، وليس كما يصفها بعض المؤرخين أنها لاساس أنها قرصنة، لم تكن قرصنة، بالعكس الجزائر يعني الأسطول الجزائري كان يحمي السفن التجارية من نعم. القرصنة، يعني ويؤمن منطقة المتوسط ككل. نعم. بعد ذلك يعني كانت قيمة الجزائر كانت يعني في الموقع الاستراتيجي الهام، يعني شفنا التكالب الإسباني، التكالب الفرنسي، نعم. حتى الإنجليزي كان يعني على الجزائر، كانت محاولات استعمار عديدة وكان فيه صد من طرف الجزائريين. نعم. أنا ذاك لكثير من محاولات استعمار، وشفنا الإسبان كيف دخلوا إلى وهران، يعني ومكثوا مدة نعم. ما يقارب 150 سنة يعني في المنطقة، كانت فيه يعني محاولات عديدة لاستهداف المنطقة، وكان يعني الجزائريين كل مرة كانوا يقاومون يعني وبشراسة ضد هذه الحملات الاستعمارية وخاصة الحملات الصليبية. موقع الاستراتيجي الجزائر كبوابة لإفريقيا ومنطقة يعني منطقة المغرب الأوسط اللي كان عندها وزن استراتيجي حتى في منطقة المغرب ككل، يعني حتى عبر التاريخ كذلك معروف هذه المنطقة بأبنائها المقاومين المجاهدين اللي حتى صيتهم بلغ حتى بلاد المشرق، وشفنا حتى في فلسطين يعني في الحملات الصليبية كان موجودين جزائريين ككل، حارة المغاربة تشهد على وجود الجزائريين آنذاك يعني في بيت المقدس. يعني الجزائر مهمة جدا في المنطقة، في منطقة شمال إفريقيا، في منطقة المغرب العربي، يعني كجغرافيا كاستراتيجية، لكن يعني الفرنسيين وكبلد محافظ على السلم والأمن ومصدر له في حوض المتوسط، يعني حتى عملية تحرير أوروبا من 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 النازية كانت المنطلق تاعها والقاعدة الاستراتيجية، يعني الخلفية الأمنية كانت موجودة في الجزائر. الأمريكان كان إنزالهم في الجزائر يعني مباشرة، بعدين انتقلوا إلى انتقال إلى أوروبا، كانت قاعدة وخلفية أمنية لدول الشمال. وبالتالي يعني لما تشوف الجزائر كموقع استراتيجي يعني كحضور كوجود في هذه المنطقة وكتاريخ، يعني احنا لماذا دائما ما نعيد قضية استرداد السيادة واستعادة السيادة وليس استقلالا، يعني انه كنا سادة قبل ذلك، يعني الاستعمار دخل فقط يعني دخل الجزائر على اساس انه من الجزائر، وشوفوا أهمية الجزائر انه فرنسا منحت 28 دولة الاستقلال مقابل احتفاظ الجزائر، وهذا يدل انه نظرا لأهمية أهمية كبيرة لموقع الجزائر امنيا اقتصاديا سياسيا استراتيجيا على كل المستويات. نعم نعم أستاذ الكريم، ربما ننتقل إلى مرحلة ما بعد الاستقلال بعد أن أصبح للجزائر دولة أو كيان ثابت بأبعاده برصيده. كيف ساهمت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال مباشرة في الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الحوض المتوسط، ولعب دورها كاملا في استقرار هذه المنطقة المهمة من العالم؟ لا ننسى بأن استرجاع الجزائر لاستقلالها كانت في ضريبة دم قوية، لدرجة أن هناك بعض التقديرات تقول بأن الكارثة الديمغرافية اللي تعرض لها الشعب الجزائري من 1830 إلى 1962 هناك من ذهب القول بأنه في حدود 10-12 مليون. نعم. ولما نقول الكارثة الديمغرافية معناها من سقط في ساحة المعارك ومن قضى نحبه نتيجة الأوبئة
ونتيجة التشريد ونتيجة فقدان أسباب العيش بعد تجريد الجزائريين من ممتلكاتهم، لا سيما الأراضي الفلاحية باعتبار اقتصادنا اقتصاد زراعي، في على الحوصلة أنه في النهاية الجزائر دفعت ضريبة، ولكن أثناء دفع هذه الضريبة كانت ترسم أسس للسياسة الخارجية الجزائرية. نعم. محددات السياسة الخارجية الجزائرية تناغمت هذه المحددات مع ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة في 45. نعم. من أن دور الأمم المتحدة هو وبين أول نوفمبر يعني. لا قبلها. نعم. قبل أبين أول نوفمبر، أن دور الأمم المتحدة هو الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. نعم. والجزائر لما اندلعت ثورة الفتح نوفمبر 54 قالت في إطار ميثاق الأمم المتحدة. نعم. أنه حق تقرير المصير للشعب الجزائري. هنا افتح قوس بانه مبدا تقرير المصير حتى وان تم التنصيص عليه في ميثاق الامم المتحده سنه 45 الى ان اندلاع الثوره الجزائريه عجل بتطبيق هذا واعطاه حيويه اكثر، لانه لما قارن لعدد الشعوب التي نالت استقلالها طبقا لميثاق الامم المتحده بثورتنا او بدون ثوره اللي كانت خاضعة للحماية أو وصاية أو انتداب أو انتداب أو غيرها، ونشوفوا العدد تاع الدول اللي نالت استقلال، الوحدات الدولية اللي نالت استقلالها من 45 ل 54 ونقارنوها باندلاع الثورة الجزائرية وما بعد الاندلاع طيلة 7 سنوات، نجد أنه لا مجال للمقاومة وللمقارنة، لأنه ماذا؟ أنه النص هذا في ميثاق الأمم المتحدة ظل نصا جامدا غير مفعل من طرف لا المنظمات الدولية ولا حتى الشعوب. وهنا نقولوا بأن الجزائر كانت تعاني من استعمار مختلف عن باقي، استعمار يلغي وجودها، يلغي ذاتيتها، يلغي كيان الكيان الدولتي للجزائر. هذا بكل طرق طمس هوية هذا الشعب. بماذا؟ بقوة القانون الفرنسي. ليس بقوة الحضارة ولا بقوة الجغرافيا ولا بقوة التاريخ ولا بقوة الحضارة، بقوة القانون الفرنسي. صارت الجزائر جزء لا يتزعم فرنسا، مع العلم بأن مساحة الجزائر المعترف بها دوليا تمثل 4 أضعاف مساحة المجتمع الفرنسي. الدولة الفرنسية لا تتجاوز مساحتها 500,000 وكذا، بينما الجزائر 2,338,000 كيلومتر مربع. هذه المساحة وهذا الجغرافيا وهذا الثورة وهكذا جعل الرصيد الكبير. نعم. جعل الثورة الجزائرية ثورة متميزة في العالم، لا سيما وأن الثورة الجزائرية منذ البداية انطلقت بالقول لا شرقية ولا غربية، معناه أن العالم كان مقسم إلى معسكرين شرقي. نعم. وغربي. نعم. وبينهما دول خاضعة لهذا الحلف منحازة، ولكن أن تعلن الثورة الجزائرية في سنة 34 قبل اندلاع الثورة الجزائرية أنه لا شرقية ولا غربية بالمفهوم القرآني. نعم. حتى قبل أن تتأسس الوحدة المنظمة، يعني بعد أن يتأسس المجتمعان، يعني المجتمع الشرقي والغربي أو المعسكران الشرقي والغربي. لاحظنا أنه تمسك على هذا في الخمسينات القرن الماضي. نعم. أن يأتي شباب تاع الحركة الوطنية ويحررنا بيان فتح نوفمبر 54 ويعلننا فيما بعد أنهم ليسوا مستعدين للارتماء في حضن أي معسكر من المعسكرين المتنافسين. نعم. عما هو موجود بينتهم. هذه قمة الوعي السياسي، هذا وضوح الرؤية لدى جيل الحركة الوطنية. نعم. ثورة أول نوفمبر، هذا يأكد أصالة معينة وهو التزام. نعم. بميثاق الأمم المتحدة. نعم. لأنه الانتماء الحلف من الأحلاف معناه الإخلال بالأمن والسلم العالميين. نعم. لأنه تجعل دولة من دول منحازة إلى معسكر من المعسكرات أو خاضع له، وهذا يمس بالأمن والسلام العالميين اللي هي مسؤولية. نعم. المجتمع الدولي ممثلا في أعضاء جمعية العامة للأمم المتحدة. ولذلك احنا بالنسبة لنا أسسنا للدبلوماسية. نعم. أسسنا لسياسة خارجية. نعم. تقوم على الحرص على الاستقلالية، وبفضل ذلك كانت الثورة الجزائرية بمثابة نقلة جديدة في القانون الدولي. نعم. كانت بمثابة نقلة جديدة في العلاقات الدولية، في تكريس قيم ومبادئ لتحكم العلاقات الثنائية والجماعية بين دول، وهذا يقر به الأعداء قبل الأصدقاء. قبل الأصدقاء. انطلاقا من هذه المبادئ بعد استرجاع الجزائر لاستقلالها رسمت سياستها
على أساس أنها دولة عربية إفريقية عالم ثالثية همها تسعى دائما للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار. همها ليس الأمن نعم. والسلم والاستقرار فحسب، بل حق الشعوب، حق الشعوب في تقرير مصيرها نعم. حق شعوب في حماية حدودها نعم. حق شعوب في أن تكون تحت الشمس على غرار معظم. وهي رسالة عظيمة، وما أكيد. أعظمها من رسالة أستاذي الكريم. الأستاذ ذكر منذ قليل بأن الجزائر رسمت سياستها النابعة من أصالتها، من وعيها، من جيل استثنائي ومتميز صنع ثورة تحريرية كبرى. الجزائر في مرحلة التشييد والبناء، خاصة في الستينات والسبعينات، واستنادا إلى هذا الرصيد أصبح لها دور فعال. كيف ساهمت الجزائر في استقرار منطقة المتوسط بفرض إرادتها من هذا الإرث الأصيل؟ أكيد، يعني الجزائر في مرحلة بعد الاستقلال يعني أخذت نهجا، يعني نهج ثوري كذلك، يعني ثورة في البناء، ثورة في التشييد، ثورة كذلك في الحفاظ على مبادئ الثورة. كذلك كانت تسمى بقبلة الثوار ومكة الثوار. أنا ذاك الجزائر، الجزائر كانت تقود داخل منظمة الوحدة الإفريقية ما يسمى منظمة تحرير أو تحرير إفريقيا. أنا ذاك يعني كانت هي في هي مؤسسة تابعة للوحدة، منظمة الوحدة الإفريقية أنا ذاك، والتي حلت سنة 1994. يعني هذه دخل الجزائر كانت معناها أنها كل الثوار الأفارقة كانوا يقصدون الجزائر، يعني ناومي ناكروما، باتريس لوبومبا، توماس سانكارا، يعني كل الثوار اللي كانوا في إفريقيا، نيلسون مانديلا. نعم، بالأخير كانت الجزائر يعني قبلة لهؤلاء. كانت كذلك يعني منظمة التحرير الفلسطينية، والجزائر هي التي قدمت منظمة التحرير أروقة الأمم المتحدة سنة 1974. كذلك جبهة البوليزاريو كذلك، اللي هي كذلك كانت عندها كذلك الجزائر علاقات وطيدة. هذه تبقى ضمن مبادئها يعني الأساسية نعم التي نعم يعني تدافع عنها الجزائر كرسالة دائمة لدعم القضايا العادلة عبر العالم. كيف حافظ الجزائر الأمن؟ نعم، حافظ الجزائر الأمن بهذه الطرق، أنها كانت أولا تنادي إلى تقرير مصير الشعوب، وبالتالي عملت استقلال هذه الدول بتمتعها بالأمن الكامل. كذلك الجزائر كانت لا تتدخل في شؤون الدول الداخلية، وكانت الجزائر دائما ما تنادي بهذا المبدأ، يعني وبقيت وفية الجزائر في كل عبر مراحل تاريخها إلى هذا المبدأ. الجزائر تستند في ذلك كما أسلفنا يعني إلى إرث كبير، تاريخي كبير. يعني الجزائر دائما كانت السباقة، حتى في عهد الأمير عبد القادر يعني هو أول من تكلم على حقوق الإنسان، وكان فيه إشادة بكلام الأمير عبد القادر، وكذلك اللي كان عنده دور كبير في دمشق في حل المشكلة بين المسلمين، دور لازال معترف به إلى غاية الآن. شفنا زيارة الرئيس سيد الرئيس إلى روسيا، كيف يعني حتى الروس قدموا يعني فيه حطوا يعني تمثال للأمير عبد القادر شخصية المقاومة، لأنه أنقذ البحث الدبلوماسية الروسية في دمشق. أنا ذاك يعني الجزائريين عندهم تقاليد في الحفاظ على الأمن، عندهم إرث كبير. يعني هذو شباب الثورة لما انطلقوا أول بداية لهم سنة 55، كانت يعني أول مؤتمر بان دونغ 55، كان المجاهد محمد يزيد رحمة الله عليه اللي كان يقود آنذاك الدبلوماسية الجزائرية، ودخلوا إلى مؤتمر بان دونغ بعد سنة واحدة من اندلاع الثورة. كان عندهم رغم أنهم كانوا شباب وكان عمره آنذاك 26 سنة يعني، لكن كان عندهم بعد نظر، كانوا يقودوا يعني الثورة هذه يقودوها بروح وطنية حقيقية. بعد أسسوا لهذه لمبادئ التي انطلقت منها السياسة الخارجية الجزائرية، التي لأن الجزائر عانت من ويلات الاستعمار، عانت من التدخلات، فكان فيه رد فعل جزائري بعد ذلك. يعني الجزائر حافظت على الأمن في المنطقة، يعني في منطقة المغرب العربي كانت دائما الجزائر سباقة إلى آنذاك إلى حل المشاكل الدولية. شفنا الاتفاق الإيراني العراقي سنة 75 اللي وقع بالجزائر، شفنا الجزائر كذلك يعني كان لها تدخلات كثيرة في إفريقيا لحل المشاكل بين الدول الإفريقية، النزاعات اللي كانت بين الدول الإفريقية تدعم قضايا مصير الشعوب. كذلك الجزائر سنة 81 يعني حلت مشكلة الرهائن في اللي كانت في طهران، كذلك في إيران، كذلك مشكلة الطائرة التي خطفت آنذاك. يعني كذلك الجزائر لعبت
دور كبير. يعني كان الجزائر لها حضور في حل هذه المشاكل وأصبحت شريكا موثوقا، يعني حتى كانت تحظى بإشادة دولية حتى من طرف يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرف أنه الجزائر هي من الدول التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وكان فيه رد أمريكي أنه الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت كذلك باستقلال الجزائر وكانت من الدول التي صوتت مع استقلال الجزائر. يعني نشوفوا أنه الولايات يعني الجزائر كانت تحظى باحترام الجميع، العدو قبل الصديق. يعني ويعني أصبح تقليد الدبلوماسية الجزائرية أنها دائما ما تحافظ إلى الأمن، تنادي السلم. يعني الجزائر كلها لما عبر مراحلها أربعة اللي دخلت كعضو يعني في مجلس الأمن عضو غير دائم طبيعة الحال، يعني في كل هذه المراحل كان عندها دور إيجابي كبير جدا يعني في حل المسائل الدولية. والآن الجزائر الآن ترافع لصالح إفريقيا ولصالح أنه إفريقيا يكون عندها عضو دائم في مجلس الأمن. يعني كان دائما الجزائر كانت سباقة سواء في محيطها يعني الجغرافي المتوسطي أو البعد العربي أو البعد الإفريقي، تجد الجزائر دائما موجودة في الحفاظ والسلم على أمن المنطقة. نعم أستاذ الكريم، حتى نبقى ملتزمين بعنوان هذا الحصة دور الجزائر في استقرار منطقة المتوسط، مع نهاية الثمانينات عرف العالم زوال القطبية الثنائية، وعرفت أيضا الجزائر عهدا جديدا اتسم بالتعددية والانفتاح. هل تأثر دور الجزائر في الحوض المتوسط أم هل جعلها تساهم بفعالية أكثر في باستقرار الاستقرار والسلم والأمن في منطقة المتوسط بضفتيه؟ تفضل أستاذ. بالعكس، أنا أقول بأنه الشيء اللي يجرى في العالم وهو زوال ما كان يسمى بثنائية القطبية، ثنائية القطبية، وإن كان النتيجة التي آلت إليها الأوضاع فيما بعد وهي أن الأحادية القطبية كذلك الآن راهي محل نقد ومحل ومحل مراجعات، يعني محل تجاذب ومحل مراجعات حتى على مستوى زعامة الغرب الأوروبي، يعني الزعامة الغربية الأمريكية. الجزائر منذ استرجاعها لاستقلالها كرست وأسست للمبادئ التي تحكم سياسة دولتي مستمدة من قانون دولي ومن ميثاق الأمم المتحدة في المقام الأول ومن إعلان حقوق الإنسان سنة 48 و900 و1000. أسست سياستها الخارجية والدبلوماسية على ما يلي: الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف لا سيما في مناطق النزاع، عدم الانحياز، كرست كذلك وجسدت صارت قطب من أقطاب عدم الانحياز، مناصرة القضايا العادلة، الانتصار لقضايا الشعوب ولقضايا التحرر لأنه التزام تاريخي بالنسبة للجزائر، وغيرها من المبادئ التي تندرج في هذا الإطار. وثبتتها مواثيقها الوطنية، ثبتتها نصوصها القانونية، ثبتتها سياساتها الممارسة في مختلف القارات سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى العربي أو على المستوى الأوروبي أو على المستوى العالمي. فصارت الجزائر محل احترام من الكثير من الدول والعضوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصار موقف الجزائر موقف مرجعية بمثابة مرجعية لحل النزاعات. ولذلك لاحظنا كيف رافعت الجزائر لقضايا التحرر القريبة منا لا سيما في إفريقيا وآسيا، وبالتحديد المناصرة لقضايا القضايا الإفريقية تاع الدول التي ظلت تناضل بعد استرجاع الجزائر لاستقلالها من أجل الاستقلال في إفريقيا. وبالرغم من أنه هكذا موقف ثمنه غالي على الصعيد الاقتصادي، على صعيد المعاملات الاقتصادية، على صعيد القوى المهيمنة، على القرار الدولي، على القرار الإقليمي، لم يكن بالأمر بسهل. تعنا ضريبة
نعم ضريبه، ولكن انتصرنا لمبادئنا ولم نخضع للضغوط. بالضبط، انتصرنا انتصرنا لمبادئ وافكار. نعم. بينت الاحداث وبينت الوقائع بان هذه الافكار هي السليمه وهي ما ينبغي ان يبنى عليه نظام دولي، وناضلنا كذلك من اجل نظام اقتصادي دولي جديد. نعم. ناضلنا وما زلنا ننظر من اجل نظام دولي في العلاقات الدوليه جديد. نعم. ناضلنا وما زلنا ننظر من اجل حقوق الشعوب في الهيمنه على ثرواتها. نعم. وانه كل هذه العوامل التي جعلت من الجزائر احد اعمده. نعم. حل النزاعات الدوليه بالطرق السلميه، بالطرق السلميه والحوار، ترجيح والتصالح، ترجيح. نعم. فكره المصالحه، مصالحه. نعم. ترجيح الفكر السلمي على النزوع الى الاعمال العسكريه والاعمال المسلحه التي الجزائر تدرك كل الادراك المخاطر اللي ترتب عليها داخليا. نعم. واقليميا وخارجيا. ولذلك هذا الموقف من الجزائر جلب لها احترام الشعوب. نعم. جلب لها احترام المناضلين في مختلف عبر العالم، عبر العالم. نعم. لأن الجزائر صارت كما كان يذكر الزميل قبلت الثوار، مكة. نعم. مكة الثوار، وهذا الوصف طرح يعني تم تصريح به من طرف مناضلين، يعني في ما مشي مناضل ولا اثنين. نعم. مناضلين هم اللي كرسوا وهم اللي وصفوا الجزائر، لأن الجزائر تشتغل وتقوم بمواقف وتتخذ مواقف في محطات عديدة، ولكنها ما تكلمش على الذاتية، ما تكلمش على نفسها، وهذه خاصية جزائرية، أنه الدولة الجزائرية ولا المؤسسة الجزائرية في أي مستوى من المستويات، سواء مؤسسة الجيش ولا المؤسسة الأمنية ولا المؤسسة السياسية، تقوم بإنجازات لفائدة شعوب معينة ولا لفائدة المجتمع الدولي، ولكنها عمرها ما تتباهى ولا تتباخر ولا كذا، ولا يكون محل إعلام ودعاية كثيرة يعني والتبشير إلى غير ذلك. هذه الخصوصيات تاع الجزائر هي اللي نقدر نقولوا بأنه لعبت دور في حماية المنطقة المغاربية، لأنه جعلت المغرب في أمن من المغرب العربي. التأكيد كذلك بأن الجغرافيا المغاربية هي جغرافيا واحدة ولا يمكن التسامح معها. كذلك منافذ البحرية اللي موجودة ما وظفت وحرصت بشكل يجعلها منافذ آمنة، ولذلك لاحظنا بأن استتباب الأمن والاستقرار في الجنوب الفضاء المتوسطي. نعم. من بين الأدوار الرئيسية في تجسيد وتوفير وتحقيق هذه الحالة هو الدور الجزائري الذي لم يجعل من البحر الأبيض المتوسط بحرا للنزاع أو بحرا أو بؤر للتصادم، للتصادم. نعم. أو حتى للصراع، للصراع. نعم. الدولي. لماذا؟ لأنه احنا دركنا كل إدراك من تاريخنا وصانع القرار ومتخذ القرار السياسي في الجزائر متشبع بالأبعاد التاريخية، متشبع. نعم. بالأحداث التاريخية اللي عاشتها الجزائر، وعرفنا ما هي ثم أنه كذلك لا ننسى بأن الجزائر خرجت من ثورتها بضريبة كبيرة على المستوى. نعم. الثمن. نعم. الذي دفعه، ولكن خرجت تعرف معنى المعاناة، لا ولكن. نعم. خرجت بسجل ذهبي في تقدير الشعوب والأمم والمناضلين عبر العالم، وصارت الجزائر بالنسبة لهم يعني بمثابة مكة. نعم. لا يحلمون بزيارتها، والكثير من رؤساء الدول الإفريقية والأسيوية. نعم. عبروا في مناسبة عديدة عن هذا الموقف من الجزائر. نعم أستاذي الكريم، إذا كان عندك إضافة إلى دائما في هذه المرحلة التسعينات، وعرف العالم تغيرات كثيرة يعني، وأصبحت العالم ذا القطب الواحد، هل تغير دور الجزائر؟ هل تغيرت مساهمتها في إرساء السلم في منطقة المتوسط؟ هل أضافت إضافات أخرى بالنظر إلى التطورات الحاصلة على مستوى العالم؟ كيف كانت مساهمتها وفعالية مساهمتها؟ الجزائر في ذلك بقيت وفية لمبادئها، رغم أن التغيرات الكبرى اللي على شهد العالم آنذاك يعني في بنية النظام الدولي وتحول النظام الدولي من ثنائي القطبية يعني نظام أحادي القطبية
وانا ذاك الجزائر كذلك شهدت يعني موجه من يعني من الصراعات الامنيه يعني والارهاب اللي ظهر فتره التسعينات كذلك. نعم. يعني اللي اثر كذلك على العمل اثر على العمل الدبلوماسي. يعني الجزائر كانت تعاني في صمت وكان فيه تكالب دولي على الجزائر. نعم. انا ذاك يعني الجزائر اصبحت كذلك يعني مستهدفه. نعم. من كثير من الاطراف الدوليه واعلن. نعم. كان في حصار غير معلن على الجزائر انا ذاك حتى في حصار جوي حصار اقتصادي. نعم. حصار سياسي. نعم. يعني لكن الجزائر هل تراجع دورها؟ بقيت صامدة أنا ذاك. وبالمناسبة أن الجزائر قامت يعني بدور كبير في حل مشكلة مالي أنا ذاك في 92. نعم. يعني وهذه المشكلة الساحل اللي الآن تؤرق أوروبا لولا وجود الجزائر أنا ذاك كحاجز أو كسد منيع أمام يعني المشاكل اللي كانت سوف تحدث لدول الشمال. لأنه لكان في أنا ذاك يعني الصراعات في منطقة الساحل أفرزت تلك كثير من الإرهاصات والتداعيات فيما بعد اللي شفناها حروب أهلية مشكل الهجرة. نعم. الآن مشكل الهجرة غير شرعية. نعم. مشكل الجريمة المنظمة مشكل يعني المخدرات مشكل. نعم. كلها تنطلق من هذه المناطق. لكن الجزائر مساهمتها في استتباب الأمن هذه المنطقة ومحاولتها يعني تهدئة الأمور كان يعني له يعني إرهاصات وإنعكاسات حتى على الضفة الشمالية. الجزائر كذلك يعني كانت لها دور فاعل في منظمة عدم الانحياز. إذا عدم انحيازها إلى معسكر ما اللي خلاها يعني دائما في منأى نوعا ما عن الإرهاصات وتداعيات التحولات الدولية والمتغير الدولي آنذاك. يعني فترة التسعينات شفنا خفوت يعني أو خفت عمل الدبلوماسي الجزائري نظرا لما كانت تعانيه الجزائر. بالمناسبة الجزائر يعني أظهرت قدرة فائقة أنذاك في عملية مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب أنذاك اللي كان لو الإرهاب هذا يعني اللي كان يستهدف كذلك الضفة الشمالية ويستهدف. نعم. كل المنطقة. يعني الجزائر ركزت جهودها جهود كبيرة وجهود جبارة الآن يعترف بها المجتمع الدولي ويعترف للجزائر بأنها كانت السباقة في مكافحة الإرهاب ليس فقط يعني أمنيا بل حتى فكريا. الجزائر يعني بذلت دور كبير جدا وجهد كبير جدا في عملية مكافحة الإرهاب واستئصاله من شأفته يعني في حتى الإرهاب الفكري وليس فقط الإرهاب المسلح. يعني والآن تجربة الجزائر أصبحت يعني مضرب مثل وأصبحت حتى الجزائر تستشير الدول الكبرى تستشير الجزائر في قضية المكافحة الأمنية وأصبح شراكة أمنية كذلك بالجزائر وبين الدول الكبرى في قضية. نعم. مكافحة الإرهاب. نعم. يعني الضفة الشمالية فقط يعني الشيء اللي أضيفه أنا ذاك لم تساعد الجزائر فيه رغم أنه فيما بعد اعترفت بتداعيات الحركات الإرهابية اللي كان مقرها للأسف مقراتها كلها موجودة بدول الشمال وبدول الأوروبية والتي كانت تستهدف الجزائر من الدول الأوروبية. يعني تلك الحركات اللي كانت تنشط وكانت تجمع الأموال في أوروبا. نعم. وكانت تبعث إلى الجزائر. نعم. الجزائر أنذاك وقفت صامدة لوحدها في مكافحة الإرهاب في مكافحة المشاريع التقسيمية التي كانت تستهدف الجزائر في أمنها في بنيتها الاجتماعية كذلك. نعم. لكن يعني استطاع الجزائريون يعني الجزائر تخطي سدا منيعا وربما ما ذكرته الآن سيكون انطلاقا إلى منطلق سؤالي الموالي وهو أن في تلك الفترة التي عاشت فيها أو قبل يعني مرحلة الإرهاب في بداية التسعينات أنشئت مع 1999 أنشئت منظمة 5+5 والتي تجمع دول أوروبا الغربية ومنظمة ودول المغرب العربي يعني الحوض الغربي للمتوسط. كيف تقيمون دور الجزائر في هذا المنبر وكيف كانت مساهمتها؟ تفضل أستاذ. وفعلا في نهاية تسعينات القرن الماضي والنظرا لما كان عليه العالم. نعم. من تنافس اقتصادي تنافس بين معسكر يعني تنافس حتى داخل المعسكر الغربي على مناطق الهيمنة والنفوذ الاقتصادي. نعم. بالنسبة لإفريقيا طرحت فكرة وهو أنه لابد من تعامل بدل يكون تعامل ثنائي فليكن تعامل جماعي. نعم. بين مجموعتين
مجموعة من كتلة شمالية، شمال يعني شمال البحر الأبيض المتوسط، وبالتحديد دول أوروبية محاذية للبحر الأبيض المتوسط، ودول عربية مغاربية موجودة على المستوى في إطار اتحاد المغرب العربي اللي كانت تعداد دوله يومئذ 5 دول. كان لابد من تكوين مجموعة 5+5. نعم. 5+5، لما نقولوا 5+5 يمكن نبدأ من الجانب الأوروبي ونجيو للجانب المغاربي. في إطار محاولة قال بدل ما يكون فيه مبادلات بينية بين الأقطار الأوروبية والمغرب العربي، مبادلات فردية، لما لا يكون مبادلة جماعية ونحولوا المغرب هذا إلى سوق. كان هذا هو الهدف. أستاذ الكريم، لكن ثاني أيضا كان لها بعد أمني، الحفاظ على أمن المتوسط في محاربة الهجرة غير الشرعية. نعم. أنا أتكلم بعد الاقتصادي. نعم. أولا. نعم. بعد الاقتصادي، لأنه اللي يطرح علنا. نعم. وكذا هو مسألة التعاون الاقتصادي والتبادل الاقتصادي، قال في كيفية الاستثمارات وكذا، والتكامل اللي لازم يكون بين أقطار المغرب العربي فيما يخص بين ضفتي المتوسط. وهذا بكل صراحة لم يأخذ بعدا كثير، لأنه ظلت ظلت فرنسا وإسبانيا تحظيان بأفضلية في التعامل على مستوى بعض الدول المغربية لأسباب تاريخية. نعم. ولأسباب جيوستراتيجية. تبقى الجانب الآخر أن أوروبا كانت تحس بأنه في خطر دائم قادم من أين؟ من جنوب البحر الأبيض المتوسط. جنوب البحر الأبيض المتوسط كل موجود فيه هي الدول المغاربية. ففي محاولة لإشراك هذه البلدان في أن تكون حاجزا وأن تضع حدا لكل تسرب، قال لابد من تنسيق العمل. نعم. تنسيق العمل وش معناه؟ وش يؤدي؟ يؤدي أولا توغل المخابرات الغربية. نعم. داخل هذه الدول. نعم. المغاربية، يؤدي كذلك إلى التداخل الدول المغاربية الدول الأوروبية في الشؤون المغاربية اللي موجودة، ولا سيما في الجزائر، لأنه كانت في مرحلة هشة في يومئذ. نعرف بأنه كانت البلدان هذه المذكورة في الضفة الغربية، في الضفة الأوروبية، كانت موطن للحركات المتطرفة وللمعارضات اللي موجودة تاع هذه الدول في هذا الأقطار. ولذلك بالنسبة للمجتمع الغربي ولا بالنسبة للمجموعة الأوروبية، يوم قرعت الأمر بأنه هذه مسألة براغماتية منهم، أولا لزيادة الهيمنة. نعم. على الاقتصاديات المغاربة، ثاني حاجة لتحويل هذه الأراضي إلى مساحات للعبث الأوروبي بدعم هذه المجموعات المتطرفة، سواء كانت مجموعات بين قوسين إسلامية ولا باقي القوى المعارضة. نعم. اللي كانت موجودة. ثالث حاجة وهي التواطؤ فيما يخص قضايا معينة، قضية تحرر قضية الصحراء الغربية. نعم. يومها طرحت مسألة طرحت بحدة في طرحت. نعم. بحدة. نعم. لأنه هذا كانت قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن بالضبط. كان وكأنه نعم. وكأنه في إرادة لإجهاض. نعم. كل محاولة لإيجاد حل دولي في إطار تصفية الاستعمار. نعم. في إطار تصفية ولتحميل إسبانيا مسؤوليتها التاريخية. نعم. فيما يخص هذا هي شريك في مجموعة 5+5. أكيد شريك. نعم. أكيد شريك. ولذلك هذا الطرح من الأوروبيين لم يفيوا بالتزاماتهم، مما جعل هذه المجموعة تسقط في الماء كما يقال، يعني ما صمدتش. نعم. ما صمدتش كثير. في محاولات، كان في زيارات متبادلة من. نعم. طرف كان في اجتماعات اجتماعات ولقاءات. نعم. وكذا ولقاءات دورية، لقاءات ثنائية، لقاءات جماعية. ولكن تأكد من حاجة بأنه في النهاية، وطرحت حتى مسألة كذلك الدعم والمساندة اللي لازم تكون التقنية للمجتمعات هذه للمجتمعات، ولكن ظل الأمر لم يتجاوز حدود الخطاب واللقاءات ومحاولة تنفيذ أجندة أوروبية مبيتة في. نعم. في المنطقة. وأعتقد بأنه عدم نجاحها كان يحمل أسباب الفشل تاعو. نعم. في الأهداف غير المعلنة من طرف الأوروبيين في هذا اللقاء. أستاذ، ربما أعود، وكان في منذ قليل في بداية الحوار أعتقد أن الدكتور ذكر بأن الجزائر هناك مبادئ ثابتة وراسخة،
وأنت مختص في العلوم السياسية، ما هي أبرز مرتكزات السياسة الجزائرية في سعيها الدائم إلى الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في حوض المتوسط؟ الجزائر كانت سباقة دائما إلى الدخول في أي مبادرة تهدف إلى الحفاظ على الأمن المتوسط، لكن الطرف الآخر المشكلة أنه في الشريك الآخر، لأنه كما أسلف الدكتور يعني لا تؤتي بالقول وتأتي بفعل عكسه، يعني ما كانت تعمل الدول الأوروبية على أساس أنها من خلال مبادرة 5+5 للحفاظ على الأمن في منطقة المتوسط، ما تسموها 5+5 دفاع، وكان عندها غاية أمنية على أساس أنه تكون استتباب الأمن في المنطقة، لكن فالواقع كان عكس ذلك، هي كانت يعني حاضنة حقيقية للمنظمات الإرهابية. وكان أنا ذاك يعني الأوروبيين كانوا يشوفوا صعود الإسلام السياسي يعني على أساس أنه خطر داهم، لكن بالموازاة استضافة كل مقرات الحركات الإرهابية، حتى دعم اللوجستي كان يأتي من أوروبا، وأمام أعين الأوروبيين والمخابرات الأوروبية كانت تقوم بالتسهيل بهذه الأمور. يعني المبادرة كانت في الأول مبادرة 5+5، يعني كانت مبادرة فرنسية، يعني رغم أنه الاجتماع الأول كان في روما، يعني مجتمع التأسيس يعني على أساس أنه تكون مبادرة أوروبية، لكن فرنسا كانت لها الدور الفعال في هذه الجزائر. الجزائر في قضية استتباب الأمن يعني هم عملية التعريف كذلك، حتى تعريف الحركات التي لابد يعني من مواجهتها أو محاربتها، يعني حركات إرهابية، هم للأسف يعني يصنفون حركات المقاومة اللي هي مقاومة شرعية، مقاومة شعوب، على أساس أنها حركة يعني إرهابية. حتى يعني هنا الاختلاف الأساسي، اختلاف يعني العالم بالجزائر. نعم. الجزائر بعد 11 سبتمبر تأكد العالم أجمع لأنه عملية بنظرية الجزائر. نعم. لأن الإرهاب ظاهرة عالمية، ولكن يجب التفريق بين من يدافع عن وطنه وبين الإرهابي. أستاذي الكريم، نعم، كل هل الطرف كان هناك تفاعل وتجاوب من قبل دول الضفة الشمالية للمتوسط تجاه كل ما قدمته الجزائر من مساهمات من أجل الاستقرار والسلم في هذا الحوض الذي يجمعنا؟ للأسف الإجابة تكون سلبية. لماذا تكون سلبية؟ حتى اليوم، نعم، حتى اليوم ما زالت أذان القوى المهيمنة على القرار السياسي في المجتمعات الشمال الأوروبي ما زالت صماء. نعم. أمام المواقف والأصوات اللي تعبر عن الموقف الجزائري. نعم. علاه؟ لأنه بعد تاريخي كذلك. نعم. هذه الشعوب هذه بلا سيما الإسبان والفرنسيين والإيطاليين. نعم. وربما حتى نذكر الألمان ولا البلجيكيين، كونهم كان عندهم وجود استعماري في المنطقة، وأن ذهابهم من المنطقة وخروجهم من المنطقة ما زال لدى بعض القوى الداخلية لا سيما في فرنسا بعض اللوبيات، وليت الأمر كان الآن صارت قوى سياسية، صارت فيها أحزاب سياسية. نعم. اليمين المتطرف. نعم. اليمين واليمين المتطرف الآن بدأ يتنفذ في هذه المجتمعات، في هياكل ودواليب وكذا. نعم. إلى درجة أن العديد من الملفات المشتركة مثلا بين الجزائر وفرنسا من العائق أمامها، من المعرقل لها، حتى وإن سلمت نوايا صانع القرار السياسي والاقتصادي الرسمي. نعم. في فرنسا. نعم. في الآليات اللي تشتغل بها المؤسسات في فرنسا تجعل باللي هذه القوى وهذه المجموعات وهذه اللوبيات وهذه الجماعات تعرقل كل المسائل، تعرقل كل شيء. لماذا؟ لأنه كاين. لكن هنا سؤالي لم يكن على فرنسا فقط، على كل دول. لا دول. لماذا؟ يعني دول من تركيا شرقا إلى إسبانيا والبرتغال غربا، ولكن هذه دول الشمال وهذه دول مقابل دول جنوب المتوسط. هذه دول الشمال في البحر الأبيض المتوسط هي دول لها علاقة تاريخية بالمنطقة. نعم. علاقة تاريخية كانت علاقة نهب. نعم. ما كانتش علاقة يعني تفاعل ولا علاقة تعاون ولا علاقة تعاضد، حتى المبادرات الأخيرة من بعد الاستقلال، حتى المبادرات ومساعي الجزائر الأخيرة ومساهمتها. لا 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 لا، شوف الجزائر استنادا وانطلاقا من المبادئ اللي تحكمها واللي تأسست لها سياستها الخارجية، التفاعل مع العالم الخارجي
هذا يملي علينا وجودنا في هذا العالم، وجودنا كعضو. سي التفاعل الطرف الاخر مع مساعينا. لازم التفاعل لا دفاع الى السلم. الطرف الاخر هي المشكله في السياسه، ما هي؟ مصلحه ثم مصلحه ثم مصلحه. للاسف بعض القوى في اوروبا الان تتجاوز حكايه المصلحه والمصلحه. ما بعد المصلحه؟ ما بعد المصلحه ما هو؟ هو الافضليه. نعم. يعني تريد الافضليه. نعم. والافضليه الان في ظل الوضع الدولي اليوم كان نطالبوا بالنديه بدل الافضليه. نعم. والتعدد الشركاء الان اذا كان في العلاقات الثنائيه الجزائريه الفرنسيه ولا الجزائريه الاسبانيه ولا الجزائريه الايطاليه، هي الفعاليه البراغماتيه، البراغماتيه الامريكيه هي لازم تسود في هذا النوع من العلاقات. اما قضيه الافضليه وإعطاء أولوية وكذا، ما نظنش بلي العالم اليوم في ظل الاقتصاد وفي الواقعية الاقتصادية ما زال فيه إمكانية أن يكون لدولة من دول أفضلية في التعامل مع دولة أخرى على حساب. أستاذ الكريم الوقت يداهمنا ولدي كثير ربما من الأسئلة حول هذا الموضوع. سؤال أستاذ، هل الجالية الجزائرية المعروف أنها مقيمة في كل دول شمال المتوسط يعني في الدول الأوروبية، هل الجالية الجزائرية كان لها دور في المساهمة في الحفاظ على السلم والأمن في هذه الدول وفي منطقة المتوسط؟ وفي الحقيقة الجالية الجزائرية موجودة في أوروبا في محاولة تغييب لهذا الطرف، يعني شفنا حتى الأحداث في فرنسا والفرنسيين في حد ذاتهم أنه كأكبر جالية جزائرية موجودة في فرنسا، والآن الإحصائيات الأخيرة تقول يعني فقط عدد الجزائريين فوق 15 مليون، يعني لحد الآن يعني إحصائيات فرنسا لا تريد التصريح بعدد الحقيقي الجزائريين موجود داخل فرنسا، يعني أصبح رقم غير رسمي وغير رسمي، رقم أقل من ذلك بكثير، لكن تواجد كبير يعني يصرحون به، يصرحون في حدود 6 أو 7 ملايين. نعم. يعني نعم، لكن هو الرقم الحقيقي والتي الذي تهابه الأطراف اليمينية يتكلم عليها الأستاذ الفاضل من قبل، أن يعني الأطراف اليمينية تهاب أنها تصرح بهذا الرقم. الآن لماذا محاولة تشويه الجالية، محاولة يعني تغييبها عن نعم. الواقع الفعلي، لأن الجزائريين عندهم حضور يعني. نعم. وهذا ما يهابه الطرف اليميني في المعادلة، لأنه الجالية إذا شكلت لوبي حقيقي يعني ضاغط داخل أوروبا يصبح لها الدور البارز. الآن محاولة تشتيت جهود الجالية، محاولة تغييبها على الواقع، محاولة شيطنة الجالية، يعني حتى اختراق اليمين الآن للمؤسسات الأمنية خاصة داخل فرنسا، والاستهداف المباشر للجالية، محاولة كذلك محاولة الاستفزاز المتكرر اللي شفناه، محاولة ضرب قيمها في بحجة عملية الإدماج المفتعل، يعني هذا كله يعني. لكن يبقى الجزائريين بارزين في أوروبا. الآن عملية الاستغلال لوجود الجالية في تحقيق المقاربة الجزائرية هو الأساس في هذا الإطار. نعم أستاذ، نفس ربما جالية نعم، هل لها دور في الاستغلال في السلم في هذه المنطقة وخاصة الدول التي تتواجد فيها بكثرة تاريخيا بالنسبه لنا؟ اختصار استاذي عارفك لما تسترسل. تاريخيا بالنسبه لنا الجاليه كان لها دور ريادي. نعم. في بلوره التيار الوطني الاستقلالي. نعم. نجم شمال افريقيا بدايه ملامحه في سنه 24 ليعلن في سنه 26. نعم. وعلى مستوى مغاربي وليس جزائري فحسب، ولكن وظل موجود. وخلال سنوات الثورة التحريرية كان لها دور كبير جاليا. نعم. الجزائرية سواء ماديا أو عمليا. نعم. أو كذا، وكان عندنا شهداء 17 أكتوبر 61، على الأقل نتكلموا على 17 أكتوبر. وكان أنا دائما نقول بأنه لا تكلمنا على 17 أكتوبر فقط معناها نسينا الأرواح. لكن أستاذي الكريم ما قصدته هو أن رغم كل تلك المآسي إن الجالية كانت ولا زالت وبقيت دائما عامل استقرار ومساندة لتلك الدول. يعني لا ولكن دعنا نكون براغماتيين في هذا الجانب بنائها، دعنا نكون براغماتيين ونسمي الأشياء. نعم. بمسمياتها ونطرحوا الطرح اللي كان يتصل بالجالية. نعم. جالية ظلت ثلاث سنوات الحركة الوطنية ولا ثورة التحرير ولا إثر استرجاع الجزائر وفيما بعد ولا إثر استرجاع الجزائر لاستقلالها. نعم. ظلت فاعل رئيس في الاقتصاد الوطني، في نعم. المواقف السياسية. نعم. في العلاقة مع فرنسا. نعم. في تحسين العلاقات مع مختلف مكونات المجتمع الفرنسي وكل دول التعريف، في التعريف كذلك. نعم. بالثقافة الجزائرية. نعم. في إحياء
في إحياء التراث الجزائري. للأسف في سنة 89 إثر دخول الجزائر ما يسمى بالتعددية الحزبية في ظل دستور 89، كان الرأي اللي موجود أنه هذه اتحادية جبهة التحرير الوطني، هذه الأميكال تاع جبهة التحرير الوطني، وأنه في إطار التعددية لا يجوز تلك. أستاذ ربما لا تسمح لي نقطة. نعم. كمل. لا كمل الفكرة باختصار الوقت أستاذ الكريم، بكل اختصار بكلمة. لا يجوز لنا أن نبقي هذا اللافة. فكم قال تسريح في تلك الفترة أستاذ، كانت لها مبرراتها السياسية. أستاذ الكريم لا سمعت لي، نعم. لم تكن لك إلا مبرر واحد، وهو وضرب هذه القوى المنظمة اللي الشعوب تسعى من طرف من؟ من قوى محددة. نعم. داخليا وخارجيا. أستاذ حاليا تركت الجالية، لأمرها. أستاذ الكريم باختصار كسؤال الأخير، كيف تصفون الآن علاقة الجزائر الضفة الشمالية المتوسط باختصار من فضلك؟ كلمة أخيرة. لابد من التنازل على الاستعلائي والفكر الاستعلائي للجانب الشمالي ضد الجزائر، لأنه للأسف نحن فيه كل الجزائر تقدم دائما المبادرات الحسنة ودائما عندها حسن النية في حل المشاكل، لكن الطرف الشمالي عنده النظرة الاستعلائية والنظرة على الطرف الواحد الذي يريد تحقيق مصالح على الطرف الآخر، وهذا للأسف ما وقد نعلم. مضى. نعم. وقت العتاب. أستاذي تفضل إضافة الجغرافيا السياسية. نعم. والاقتصادية والثقافية وحتى الاجتماعية تملي علينا الحرص على تمكين علاقاتنا مع دول الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط. لماذا؟ لأنه فيه تشابك. نعم. في الجانب الإنساني، في الجانب الاقتصادي. نعم. في التراكيب. نعم. متعددة ومتنوعة، ولذلك لما تقوم السلطات في المغرب العربي بالحرص على تمكين العلاقات وكذا، بشرط أن نأمل علاقات متوازنة معدلة رابح. نعم. نتمنى بأنه العلاقات تكون علاقات ماشي على حساب مصالح دون مصالحنا. نعم. ماشي على حساب مصالحنا، وهذه قمة السياسة، وهذا هو الأصل في السياسة، أن يكون فيه المنفعة المتبادلة. نعم. أما المنفعة من جهة واحدة أو على حساب جهة أخرى أو توظيف هذه للمس بهذا القطر أو ذاك، فهذا يتنافى، والعلاقات الثنائية اللي لازم تتسم بالتفاعل والتجاوب. شكرا جزيلا دكتور عامر الخيل على كل هذه الإفادات وما قدمته من معلومات، أستاذ العلوم السياسية وحقوقي. كما أشكر أيضا دكتور بومجوت أستاذ بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة البوليدة. شكرا لكما جميعا. وفي الختام شكرا لكم على الوفاء وكرم المتابعة. إلى اللقاء.